FM Live coverage. يا الله، هاي رولا. هلا هلا، أهلا. كيفك؟ ايش الحال انت؟ هربت من الاستوديو. اهلين، ما راح تخليك تروح، بدي اطلقط فيك هون اليوم. طيب قبل ما رانيا تقتلني، جايك بمشكله صغيره. شايفه وشي كيف مقشر؟ مثل العمر. عتغير. تسلمي لي يا رب. هيدا عتغير الطقس بيتقشر معي كل الوقت. أوكي. فقلت كونه انتم عندكم في كتير اشياء هيك للبشره وما البشره، فقلت واي نوت، ما لنا غير رولا نسالها. فانسرف كولينج يو، قررت جيت اجي لهون. هلا هلا، يلا. طيب كيف شو عندكم اشياء هيك بتزبط البشره ما تزبط البشره للشباب وللصبايا؟ الشباب هلا انا اول شيء. هلا للشباب لنقول انه الشباب على طول بنعمل التريتمنت بالكلينيك بالسبا، بس للصبايا ماني رايح على السبا. لا صونيك بيكون ناطرينك. الصبايا يروحوا على السبا، انا هون بالكلينيك. طيب بقى اللي بنعمله في او قبل ما نبلش بحال شيء، عندنا مثل فيزيو، مثل مكنه تعمل assessment لبشرتك، شو نوع البشرة، شو فيها مشاكل، pores، wrinkles، كل شيء بنعمل assessment، وخاصة بتشوف قديش نسبة التصبغات اللي بتكون تحت الجلد اللي عندك انت. يعني شو ما كان انت ايام هيك بتحس انه وجهي انا ما في شيء، بس بتتفاجأ وقت بيطلع results بهيدا التست انه تقول انا هيك. هدول هن اللي بيكونوا pigmentation مثلا من sun damage وهيك بدو يطلعوا بالسنين الجايين. مشان هيك نحن we prevent كل حدا بيجي لعنا بنعمل له التست تبع السكن وبنشوف شو بده وبنشتغل عليه. هلا فينا نجربها هيدي هلا وصورها وحطها على الفيسبوك؟ ايه اكيد اكيد. الله يستر. بقى هلا حسب كمان شو بيطلع النتيجه بنعمل. عاده نحن الفيشلز اللي بنعمل عنا بنستعمل مواد كتير طبيعيه خاليه من اي مواد كيماويه، اللي هو الفيتومير، بنستعمل فيتومير اللي هو من الطحالب البحريه. فيه علاجات لكل انواع البشره، للبقع، للاكني، للهاي ترطيب البشره، للجفاف مثل ما انت هلا صاير معك. ما راح خليك تفل قبل ما تعمل تريتمنت اليوم. انا ماني راجع على الاستوديو، راني عم مش راجع استديو. رانيا اسمحي لنا في اليوم. بقى هيك وبنعمل بنشوف كل بروبلم، كل مشكله لشده وبنعمل للتريتمنت تبعها. طيب فينا نروح نعمل الاسسمنت هلا لبشرتي تشوف الهيدا؟ الله يستر يا رب. ايه اكيد جان. طيب رانيا بنرجع لك على الاستديو ونشوف سؤالنا لليوم. وباي ستارز، راح افكر اذا برجع ولا لا.